GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. مرحبا، معكم احمد من فريق GSM Medical Education، واليوم عندنا سلسلة الباثولوجي وراح نكمل السيل انجوري. جيد، مثل ما نعرف النورمال سيل اذا صار عليه ستريس راح يصير بها سيل ادابتيشن. زين، اذا عبر هذا الستريس عن قدره تحمل الخليه راح يصير بها انجوري، وهذه الانجوري تكون اما ريفرسيبل انجوري اور ان ريفرسيبل انجوري. والريفرسيبل انجوري انه اذا انزاح هذا الستريس اللي صاير على الخليه راح ترجع لحالتها النورمال. زين، اذا استمر هذا الستريس لوقت طويل راح يصير ان ريفرسيبل سيل انجوري، يعني مستحيل ترجع الخليه لوضعيتها النورمال. زين، ومثل ما نعرف الريفرسيبل سيل انجري يعني مستحيل راح ترجع لوضعيتها النورمال، يعني السيل ديث. والسيل ديث نعرف انه هو الابوبتوسيس اللي يكون بروجرامد سيل ديث، يعني الخليه مهيئه جينيا ان تقوم بعمليه الانتحار. ونعرف انه اكو نوعيه اللي هي السيل نيكروسيس. النيكروسيس شرحناه بالمواضيع السابقه انه يكون على عده انواع، وهاي الانواع من عندها الكواجليتيف الليكوفاكتيف الكاسياس والفات نيكروزيس الفايبرونويد اللي راح نشرحها اليوم والكانجريونوس نيكروزيس. ومثل ما نعرف النيكروزيس هو يصحبه لوكال انفلاماتوري رياكشن عكس الابوبتوسيس، ويستهدف كميه كبيره من الخلايا عكس الابوبتوسيس اللي راح يستهدف مجموعه قليله من الخلايا او خليه واحده. جيد، انواع النكروزيس ذكرنا بالحلقات السابقه انه يوجد على شكل الكواجليتيف نكروزيس، الليكوفاكتيف نكروزيس، الكاسيوس نكروزيس، الفات نكروزيس، الفايبرويد اللي راح نشرحها بهالحلقه، والجانجريونيوس نكروزيس. شرحنا سابقا انه الكواجليتيف نكروزيس راح يصير كواجليشن للبروتينات الموجوده داخل السيتوبلازم داخل الخليه، فراح يبقى العضو محافظ على شكله. زين، الليكوفاكتيف تتحول الخلايا الى سائله بسبب انه نوعيه الخلايا تكون فات فسهله الذوبان. زين، الكاسيوس نيكروزيس يكون تتحول الخلايا الميته الى شكل جبنه. زين، بسبب شنو؟ بسبب انه هاي البكتيريا الجسم ما يقدر يحاربها، فيبدي يجمع الوايت بلود سيلز حتى تحمي الجسم من انتشار هاي البكتيريا. والفات نيكروزيس ذكرنا انه يكون انزيماتيك مثل البنكرياس، من راح يبدي يهاجم الخلايا مالته، اكو طبقه من الفات راح يبدي يهاجمها وراح تتحول الى لون ابيض تباشيري. وهذا اللون الابيض التباشيري بسبب انه الفات من يتحول، هذا الفات من يتحول الى فاتي اسيد، راح عند القابليه على الاتصال مع الكالسيوم فراح يصير لونه ابيض تباشيري. زين، موضوعنا اليوم هو الفايبرونويد نيكروسيس وشنو، والجانجريونوس نيكروسيس. جيد، عندنا هسه الفايبرونويد نيكروسيس. فايبرونويد نيكروسيس يعني هذا النيكروسيس راح يصير بالفاسلز اللي هي الارتري والفينز والكابيلاريز. من اسمه فايبرونويد اويد، يعني شبيه الفايبرين. زين، هذا النيكروسيس راح يصير النيكروتيك سيلز راح تشبه الفايبرين. زين، خلينا نجي نعرف ليش يصير هذا النيكروزيس. اول شيء افتهمنا انه هو راح يستهدف شنو؟ راح يستهدف الفاسلز. ناخذ مثال اللي هو الارتري. حلو، هذا الارتري يعني هاي راح يصير شنو هي؟ راح يبدي الدستركشن او النيكروزيس بالفاسلز، يعني الوولز مالته راح تتدمر وراح تصير بهذا الشكل. هسه نحن بعد شوي راح نشرح شلون راح تصير بهذا الشكل. زين، ناخذ مثال. قبل هذا لازم نعرف اللي راح يسبب دمار، اكو دمار للوولز اما يكون اميون اور نون اميون. اذا اميون ناخذ مثال اللي هو بولي ارترايتس نودوزا، يعني many arteries inflammation.
يعني الكثير من الارتريز راح يصير بيها انفلاميشن يعني التهاب. نودوزة وراء الالتهاب هاي الارتري راح يصير بيها نودلز. حلو، هسه افتهمنا اسمه زين. شون راح تصير هاي العملية؟ مثل ما نعرف انه الجهاز المناعي وظيفته انه يحمي الجسم من الباثوجينز، من اي اجسام غريبة، بس اذا راح يبدي هاجم الجسم معناها صار هايبر سنسيتيفيتي وتوجد على عدة انواع. بالنسبة لهذا المرض اللي راح تكون هي الهايبر سنسيتيفيتي النوع الثالث، ناخذ مثال شلون راح تصير هاي العملية، شلون راح يصير ديستركشن للخلايا. زين، الانتيجين ناخذ مثال انه خلية ميتة، خلية من الخلايا الجسم ميتة، راح تجي البي سيلز تعمل انتيجين، تاخذ الانتيجين مال هذه الخلية اللي مثل انا اخذ دي ان اي، راح تاخذ قطعة منه وتعملها على شكل انتيجين، تلتهمه وتاخذها على شكل انتيجين، راح تجي تي هيلبر تي سيلز راح تجي تاكتف البي سيلز. حلو، اكتيفيتي البي سيلز راح تبدي تنتج شنو؟ انتيبوديز لهذا الانتيجين. فش راح يصير؟ راح يصير عندنا انتيبودي انتيجين كومبلكس اللي هو يسموه اميون كومبلكس. هذا الاميون كومبلكس اذا اجى والتصق بجدران الارتري راح يفعل الكومبلمنت سيستم. الكومبلمنت سيستم وظيفته انه عنده هواي وظائف، بس واحدة من الوظائف راح يبدي يفعل النيتروفيلز، راح يصيح النيتروفيلز وتبدي تهاجم المكان الملتصقة بها هذا الاميون كومبلكس. ايش راح يصير؟ راح يصير ديستركشن للخلايا، شنو؟ خلايا الارتري. فشنو راح تبدي المواد الموجوده داخل الدم، هاي المواد الموجوده داخل الدم تدخل الى هاي المكان اللي هي البروتينات، فراح يبدي يظهر بهذا الشكل. هذا الارتري راح يبدي تدخل المواد من البروتينات الى هالمكان ويبدي يصير لونه بينك، يعني راح يصير لونه وردي. هسه افتهمنا ان الاميون راح يبدي الجسم يهاجم نفسه، وناخذنا مثال انه هو البولي ارترايتس نودوزا اللي هي الارتريز راح يصير بيها هجوم، راح يصير عن طريق النيتروفيلز وراح تدمر هذه الخلايا، راح تبدي المكونات تدخل جوه. او هاي بالنسبة للنكروزيس شلون راح يصير، من راح تدخل المكونات جوه، والنكروزيس شلون راح يبدي يظهر تحت الميكروسكوب. زين، عندنا هسه النون اميون، راح النون اميون راح يسبب الفايبرنويد نكروزيس. لازم نعرف انه الضغط العالي للدم راح يبدي يأثر على الخلايا، خلايا الفصلز. زين، يعني ايش راح يسبب لها؟ راح يسبب لها فايبرويد نيكروسيس. جيد، هسه لازم نعطي مثال عن هاي الحاله. عندنا الهايبرتنسيف ايمرجنسي، يعني مستوى ضغط الدم راح يكون كلش عالي، هذا راح يبدي يسبب مشاكل للارتري ويؤدينا الى الفايبرويد نيكروسيس. زين، عندنا البري كلامبسيا اللي هي تصير عند الحوامل بعد العشرين ويك من الحمل، راح تبدي راح يستمر لستة أسابيع، اللي هو البلاسنتا اللي هي راح تمرر الغذاء للجنين، راح تبدي الارتري مالتها ما يصير بي دايليشن. حلو، لان هذا الدايليشن اللي هو راح يزيد البلود فلو، فما راح تسبب مشاكل. زين، اذا ما صار دايليشن بسبب شنو؟ بسبب الفايبروز، هذه راح تبقي الارتري كونستريكت حتى ما يصير بلود فلو. زين، ايش راح يصير وراها؟ راح يبدي ينفرز شيء اسمه شنو؟ ري انفلاماتوري شنو؟ بروتين.
هذا البري انفلاماتوري بروتين راح يجي للارتري مال المرأة الحامل. هذا شي يسوي؟ يسوي فازو كونستريكشن لشنو؟ للارتري. فش راح يصير؟ راح يزداد الضغط داخل الارتري ويؤدينا الى الفايبرويد نكروسيس. جيد، هسه عندنا الجانجريونوس نكروسيس. الجانجريونوس نكروسيس هو تيرم نستخدمه حتى نوصف الديد تيشو. هاي المكانات اللي راح يصير بها الجانجريونوس نكروسيس اللي هي اللور ليمبس والجول بلادرز والجي اي تراك. زين، شلون يصير هذا؟ يصير بسبب انه البلود فلو لهالمكان راح ينقطع. ناخذ مثال اللي هي الفوت. هاي المكان الفوت، اذا الارتري اللي يغذي هالمكان صار بانسداد، هذا الانسداد راح يمنع البلود فلو حتى يتدفق الخلايا، يعني الخلايا ماكو اكسجين راح تبدي تموت. من راح تموت راح يقلب لونها الى لون هذا الاسود. زين، اذا ماكو اي انفكشن راح يبقى هذا يسموه الدراي غانجريونوس. زين، اذا اكو انفكشن راح يتحول الى ليكوفاكتيف. مناطق من المنطقه اللي راح يصير بها انفكشن راح تتحول الى ليكوفاكتيف نكروسيس.